تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صور أصدقائي عن السياحة على سبيل المثال، كما تشاهدون صور لمعبد كلابشة ومعبد فيلة، عدد الأفراد على عدد الحافلات، موضحا عدد الأفراد في كل حافلة. على سبيل المثال أصدقائي، المكان اللي احنا الرحلة سوف تنطلق إلى معبد فيلة، عدد الأفراد 50 فردا، وسيلة النقل الطائرة، عدد الطائرات المستخدمة في الرحلة أصدقائي طائرتان، أيضا عدد الأفراد في كل طائرة نقول 50 على 2 بيساوي 25 فردا. هذا بالنسبة لي عناصر أصدقائي استخدام أي لغة غير اللغة الإنجليزية، بالعربية وأي لغة أخرى. بعد ذلك أصدقائي، بهكذا أصدقائي نكون استكملنا عناصر القصة. بعد ذلك عمل للشباب. أيضا أصدقائي في الأخير نأتي إلى الخاتمة والمصادر. الخاتمة على سبيل المثال، يجب علينا الاهتمام بتنشيط السياحة، وذلك بالمحافظة على المناطق السياحية والأثرية وحسن معاملة السياح وعمل الدعاية اللازمة لجذب السياح. هذا بالنسبة للخاتمة. أما بالنسبة للمصادر أصدقائي، على سبيل المثال الكتاب المدرسي، وأيضا